بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير من الريسات الفضائية المستقلة. أحييكم تحية طيبة، وتمنيا لكم أن تقضوا معنا هذه الدقائق في حلقة من برنامج حديث الساعة. أنا وجميع الزملاء فريق العمل القسم العربي وكذلك طاقم الريسات نحييكم تحية وطنية، ولا نزال في ذكرى الاستقلال. عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وها هو وقد انفض السامري، وكل قال كلمته في ذكرى الاستقلال في الشمعة 3/32 عفواً. وكان الناس مشدوهين لمشاهدة ما سيأتي في خطاب الفرعون كالعادة. طبعا هو يئس من الشعب، ويئس من كل شيء عدا الأجندة التي يخطط لها، ولكن الناس لم ييأسوا بعد، كل ينتظر ابتداء منا طبعا. ولا أذيع سرا أنه لأنه احتفالات أسمر الجميلة بتكون بالنهار ونحن هنا ليلا، فجلست من الساعة 11 ليلا وحتى الساعة 2 لفضول صحافي، يعني إنه كصحفي دارين نشوف ماذا يقول، على الرغم من قناعتي إنه ليس هنالك ما هو جديد، لكن مشكلة الإعلامي يعني كتب عليه أن يتابع حتى الكلام الفارغ. يعني صحيح ما مطلوب منه أن يقول كلام غير ذي جدوى، لكن هو مضطر أن يتابع الكلام الغير ذي جدوى لكي ينبه الناس، وفي نفس الوقت برضو يكون يعني يعلق عليه كان ينبغي أن يكون هكذا وهكذا. هذه مهنة الصحافة، قدر الإعلام إنه أنك أنت تتابع، يعني مش كل شاردة واردة، لكن الحاكم بأمره الفرعون الذي يحكمنا يحكم هذه الجماهير التي ترونها التي لا حول لها ولا قوة، وبالتالي مجبرون أن نتابع ماذا يقول. وأنا دوما أقول إنه لو يعلم الناس ما يسبق بهرجة الاحتفالات في الطاقم الذي يعني الناس تشاهده على المنصة الرئيسية، لو يعرفون إنه ليلة 24 فيما يقضون ليلتهم ابتداء من الفرعون الحاكم بأمره إلى المقربون القريبون جدا من حاشية الطغمة، والله العظيم لو كان يعرفون إنه بس يعني مشهد واحد إن شاء الله للثواني، لو كان يشوفوهم يعني ليلة 24 في واحدة من القاعات الكبرى في أسمرة، كيف تتبدى وكيف يعني ما هي الحالة التي يكون عليها أولئك الذين تتسمر أعين الملايين ليسمعوا ماذا قالت اللجنة الوطنية المنسقة للاحتفالات ممثلا في سعادة السفير، وأولئك الذين على المنصة من وزراء وقادة عسكريين كبار، والفرعون الحاكم بأمره الإمبراطور خلونا نقول، يعني لو كان يعرفون الليلة التي تسبق هذا الاحتفال وتعكس الكاميرا لثواني بس مما يعيش أولئك من فقد للعقل والمسؤولية، ويعني مشهد يعني والله ما تتخيلوا حتى في الأفلام، يعني لو كانوا بس يعني حظيت هذه الجماهير والملايين التي تشاهد الاحتفال ونحن جزء منهم، لو كانوا شاهدوا أمسية 24 والله لما جلسوا أن يستمعوا لهذا الخطاب
ثانيا، طيب الاحتفال لم يكن خطابا لوحده، خطاب الاحتفال ما كان خطابه بس، كان في أغاني، مسرحية، دراما موسيقية، وعدد من أهازيج اللغات الإريترية الجميلة باللغات المختلفة، وفنانين شباب. هؤلاء لا ذنب لهم، أنا أتحدث عن الشكل الرسمي، الخطاب، خطاب الفرعون الحاكم بأمره، وخطاب لجنة الاحتفالات، والناس القاعدين على المنصة. لو كنتم شاهدتوهم ليلة 24 يوم 23 بالليل، تبدأ الحفلة ويبدأ الأكل والشرب وما إلى ذلك، يعني حتى مطلع الفجر، وهناك الناس يتحولون إلى يعني، والله الواحد ما يقدر يتخيل يعني. فأنا كنت أتمنى يعني أسأل الله أن يوم من الأيام كده واحد يقوم يسرب لنا حاجة يعني. طبعا الذين يدعون لتلك الليلة، الليلة الحمراء، هم ليسوا أناس يعني يتم انتقاؤهم انتقاء يعني بعناية وبدقة ومواصفات محددة يعني. والذين يسمعون وساهروا في تلك الليلة، في واحدة من تلك الليالي، يعرفون تفاصيل ما أقول. ربما تسأل عزيزي المشاهد، هل كنت ذات يوم في ذلك المساء؟ أنا أقول لكم بحمد الله، لم أدع ولم أكن، وأصلا مؤهلاتي لا تؤهلني أن أكون في تلك الليلة. لكن الصحفي هو يعيش أكثر من حياة، بمعنى أنت كصحفي محترف وتعرف مهنتك وتعرف مسؤولياتك، ليس بالضرورة أن تكون هنا وهناك، ولكن أنت بفضولك الإعلامي واستشعارك الكثير وعلاقاتك، أنت تسأل يعني. ونحن بحمده تعالى قرابة 17 عام، وخلونا أقول 17 عام، يعني كنا يعني واعيين، لم أكن فاقد الوعي ولا للحظة، واعي بحمد الله سبحانه وتعالى، وأعرف ماذا يدور حولي وعلى يميني وعلى يساري وفوقي وتحتي، كل ما يدور حول شخصي الضعيف أنا متابع يعني، واعي يعني. ولذلك كنا بنسأل يعني، نسأل من مختلف الشرائح، أسأل من الوزراء أحيانا، والله في وزراء كنا بنسألهم ويبوح بما يعيشونه في تلك الليلة، فنانين، عازفين، زملاء في السلك الدبلوماسي، آخرون. المهم الإعلامي مصادره متعددة ومختلفة يعني، معروف يعني. ولذلك أنا لم أكن في يوم من الأيام في تلك القاعة اللي هي يتم انتقاء الناس لها انتقاء، لكن الأخبار تأتينا يعني. فأنا والناس يشاهدون وأنا أشاهد الاحتفال، على طول أنا بمشي إلى تلك الحالة يعني، فأقول لو كان يعرف المشاهدون، الذين طبعا في مختلف أنحاء العالم، يقولوا ماذا سيبشر هذا الفرعون الحاكم بأمره في خطابه. فأنا طوالي أسترجع، واجترار الذكرى كما يقال، استرجع ليلة 24 يوم 23 بالليل، وطوالي تتبدى أمامي الصور التي كان يعكسها المتحدثون. ولأن المصادر كانت عديدة كما تعلم عزيزي المشاهد، يعني تلك المشاهد كل واحد يديك لقطة يعني، كل واحد يديك مشهد، فتجمع تلك المشاهد. وهذا الرجل برضو في الحالات العادية ترجمنا كلماته، ترجمنا أحاديثه، مقابلاته، التقينا به وعملت معه كذا مقابلة، لا أدعي أنه هي كثيرة، لكن تقريبا 3 4 مقابلات في مختلف، في جانب سياسي وفي جانب اجتماعي برلماني مثلا، وفي جانب فني كمان يعني. في يوم من الأيام
دشن أمانينا موحدة هذا الفرعون وتحدث حديث الفن. أول مرة أنا أشوف بالنسبة لي أنا كمتابع لحديث هذا الفرعون، لأول مرة يعني حديث لامس في قلبي شيء، يعني شيء من الموضوعية، لأنه كان يتحدث في الجانب الفني، في الموسيقى، في الفن، في المسرح، في رسالة الفنانين والمبدعين. كان ذلك أعتقد عام 95 96 شيء من ذلك في قاعة دندن يعني. فتحدث حديث الفنان اللي وكأنه ليس هو ذلك الفرعون الظالم والقاهر يعني. فعملت معه مقابلة، والمقابلة هذه ممكن أجي يوم كده أتحدث عنها بالتفصيل يعني. عملت معه مقابلة، دي واحدة من المقابلات اللي عملت معه، وكان كله حديث عن الفن وكده، وكان كلام مريح يعني. فلأننا من ذلك النوع الذي كان يترجم ويقرأ ويقدم كلمته وما إلى ذلك، فأقوم أجمع تلك اللقطات والمشاهد، لأنه أنت لما تكون واعي ودار تخوض مشهد معين فتقوم تجمع لقطات كثيرة يعني، فتكتمل عندي صورة ذلك المشهد ليلة 24 23 بالليل، كيف الحالة بالنسبة لهذه الزمرة والشلة الحاكمة من مريدين ومطبلين وما إلى ذلك. وفي ناس والله لا حول لهم ولا قوة، يجوا بحسن نية يدعوا ويكونوا الواعيين فيهم، ما كل الخلق في تلك الليلة هناك، لكن قليلين جدا يكونوا هم واعيين. وهؤلاء الوعاة هم اللي كان يعني يتحدثوا، وحديث الواعي معتمد يعني عند الإعلام كمصادر يعني، لأنه ممكن واحد يسأل يقول طيب إذا كان أولئك كلهم فاقدين وما في كنترول وما في نهاية، فكلامهم يعني باطل يعني. أقول إنه المصادر اللي كانت تقول لنا كانت مصادر واعية يعني، أو تكون هي على خفيف شوية كده بتاع. عموما فدائما أنا لما أسمع خطاب هذا الفرعون طوال أرجع ليوم 23، وهنا في هذه الكلمة التي ألقاها يوم 24 مايو 2023، أنا أقول إنه شوية الجرعة كانت زايدة لأول مرة. أنا يعني نحن كإعلاميين طبعا عندنا مشاهدة ليست كمشاهدة أي إنسان عادي يعني، المشاهد يعني نحن بنركز على حاجات، كل الإعلاميين يعني المحترفين بيركزوا على ما وراء هذه المقابلة، بتركز على حاجات. أنا لو دخلت أقول التفاصيل الذي يركز عليها الإعلامي عشان يعمل منه تحليل، في حاجة اسمها تحليل ما وراء التحليل يعني، واحدين يمسكوا الخطاب خطاب وكلمته يقول لك كده قال كده وقال كده ويحللوا فيها، في حاجة اسمها ما وراء الحديث، ما وراء ما يتحدث به يعني. فتقوم تربط المحتوى والحالة والأسلوب والأداء، ما دار أخش في التفاصيل، فتخرج برؤية أو قراءة نقدية متكاملة للحالة التي كانت تتلبس هذا الذي يحكم البلد بقوة السلاح والعربدة، و بحكم الغاب يعني. فأنا لأول مرة أنا لم أشاهد هذا الفرعون إنه يتحدث بهذه الحالة البعيدة جدا يعني لأول مرة. وإذا دارت يعني تراجع كلامنا، ارجع لكلمته وشوف وقارن. وأنا لما أقول هذا الكلام عزيزي المشاهد أؤكد لك على أنني رجعت استمعت، كتبت كلمة الرئيس ياسر أفورقي في عيد الاستقلال 2022 21 20 19، استمعت تقريبا لخمسة ستة بالإضافة لما عندي أنا من الحالة عارفيننا يعني كناس كنا في الإعلام يعني وكنا في البلد. فوجدت إنه هذا الخطاب يختلف تماما بالحالة التي كان عليها، تلعثم، ما قادر يركز في الكلام، صوت مهزوز، وهو رجل يعرف كيف يخاطب جمهور وكيف يبث الرسالة يعني. فلأول مرة أجد أنه فعلا أنه
يعني هذه كانت يعني يمكن هي كشفت الحقيقة، وفي نفس الوقت يعني أنا متأكد أنه احتمال يكون استمع للكلمة يعني بعد خلاص بعد ما يعني يكون واعي كامل وكده، فبيقول يعني ممكن يقول يا أخي يا ريت لو ما كنت عملت كده، ربما، لكنه الحاكم بأمره ربما يقول لك الشعب شنو يعني يسمع إن شاء الله هنا يعني. ولأنه هو طبعا الذي كتب الخطاب، واحدين يفتكروا إنه في جهات تكتب ليه، هو الرئيس الوحيد يمكن في الدنيا الذي يكتب الخطاب، رؤساء كثر يكتب لهم الخطاب إلا هذا الفرعون، هو الذي يكتب خطابه بنفسه وهو الذي يقرأه، ما فيش حد يكتب خطاب الحاكم بأمره في البلاد. وبالتالي يعني هو لا يعطي تلك الهالة من الاحترام والتقدير وما إلى ذلك، ولو كان غير ذلك، لو كان هكذا كان حيغير، كان حيكون في حاجات كثيرة. لكن سبحان الله هذه الكلمة أنا متأكد يعني ربما ممكن يلام فيها مجموعة، يعني أكان تخلونا شوية نعمل هناي، تنبهوني على أنه مفروض هناي، لأنه حقيقة الكلمة هي كانت في حدود 14 دقيقة، ما كانت كلمة قصيرة لسوء حظه، لو كانت كلمة قصيرة كان ممكن هنا يعني، ولو كان هو مدرك على أنه ليس في حالة طبيعية في وضع طبيعي كان اختصر يعني، كان اختصرها وكان ممكن اختصرها ل 8 7 دقائق وكذا وتنتهي، لكن كانت كلمة فيها طويلة جدا. ولذلك لما نقول كلمة طويلة يعني مقارنة، لما نقارن هسي الكلمة التي ألقاها الحاكم بأمره والكلمة التي ألقاها أخونا الزميل العزيز نصر الدين العربي وحيي من هنا ترجمة لها باللغة العربية، الترجمة المعربة كانت أقوى في مضمونها، وفي هي طبعا منقولة من تلك الفكرة، لكن في الأداء في الحضور في الصوت في هكذا يعني، ولأن هو برضه صحفي يعرف كيف يقرأ يعني، فلأول مرة نلقى الفرع أقوى من الأصل يعني. لذلك أنا أقول إنه أرجع لخطاباته، فكانت هذه يعني ليست ككل الكلمات، لم يكن في وضعه الطبيعي نهائيا، على الرغم من أنه هو دائما يأتي هكذا. وبالتالي أنا أقول إنه ربما إنه الجديد في هذه الكلمة إنه كانت كلمة يعني لو جينا في محتواها، المحتوى ليس فيه أمرا جديدا، هو ذات المحتوى، إن كان فيه هجوم لأمريكا وهجوم للاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية والاستهداف لإريتريا وخلال 80 عام، هذا أنا أخش والله ما يعني أنا أحترم المشاهد الكريم ولا أدخل في حيثيات الكلمة، وحتى يعني عشان نعرف أن الكلمة ذاته ما فيها هناك، حتى أولئك الذين كانوا ينكفئون ويعكفون أن ينشروا الكلمات بشكل هناك وما ذاته شافوها وقال يا أخي كلام فارغ، واختصروها في باراجراف واحد يعني، باراجراف واحد يعني، وبالتالي ما دار أخش في تفاصيل، لكن كونه أنه ذات الكلمة جاءت بهذا الشكل وفي تلك الحالة، ده دليل على أنه الحاكم بأمره وصل أنه حتى ممكن يقدم خطابه في أي شكل من أشكال الحالات التي يعني، والله العظيم الإنسان يحترم يا أخي، لو في قدامك يعني يا أخي نحن كمشاهدين، عفوا نحن كإعلاميين نخاطب المشاهد الكريم، المشاهد الذي يشاهدنا يشوفونا كم واحد يعني، مقارنة بحديث الحاكم بأمره مثلا، صحيح احنا مشاهديننا ما برضو ما هم عدد قليل، لكن ذاك رئيس بلد يعني حاكم بلد وحاكم ملفات، امسك بملفات عديدة داخلية وخارجية، فعلى الرغم من انه المشاهدين حقنا احنا عددنا ما يعني عدد برضو فيه هنا، لكن والله نحترم الخروج الى المشاهد الكريم، نحترم نلبس كويس نكون في حالة كويسة، ونحترم المشاهد وحقه أن يشاهد إنسان يتحدث إليه باحترام وبكلمات منتقاة، وفي نفس الوقت يعني يعطيه حقه
من احترام المشاهدة والمشاهد. فنحن نعمل ألف حساب عشان لما نطلع نحيي الجمهور نقول السلام عليكم يعني وشكرا لكم وهكذا. ما بالك عندما تصبح رئيس وحاكم بأمره يتفرج عليك الملايين المنكوبين والمقهورين والمسجونين والمتطلعين والمنافقين والصالحين والطالحين، ويعني حدث يا أخي على الأقل يعني، ويشوفوك كمان ذووك يا أخي من أسرتك، يعني والدتك بتشوفك، يعني أختك بتشوفك، أولادك يشوفوك، بالله ما تقدم نموذج. فمفروض يكون عامل ألف حساب لما يطلع للجمهور ويحيي، يكون يعني بكامل وعيه أولا، ويتحدث إلى الناس باحترام وبتقدير وترحيب وهكذا، لكنه الحاكم بأمره. هكذا درج، هكذا لا بد أن يعني يقابل هذا الشعب بتلك الصورة العابسة المتجهمة. وأكثر ما لفت انتباهي عزيزي المشاهد، يعني زملائنا الذين كانوا على البث المباشر يعني نوهوا على أنه فخامة الرئيس كما قالوا طبعا داخل إلى قاعة الاحتفال، إلى ساحة الاحتفال، فرحبوا به باللغتين العربية والتيجرينية، وقام الشعب يصفق كده بالله بالمنطق كده، يعني جماعة واقفين ليك كده ويصفقوا ويرحبوا بتاع. يا أخي إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهو الكلام ده عارفه بالمناسبة، هذا الكلام وغيره عارفه يعني، وكل الشرائع السماوية تدل على أن الإنسان إذا سلموا عليه يرد يا أخي. فترحيب واقفين، أو يا أخي واحد كان قاعد وقام لك احتراما وتقديرا ويصفق، يا أخي بادله بالتحية، أعمل كده. هو طبعا من حركاته بيعمل كده يعني مع أنه هو يكتب باليمين ويوقع باليمين ويضرب باليمين، تلك الضربات اللا إنسانية القاضية طبعا، لكنه يصفق بالشمال. ما بعرف يعني كده بس يعمل، دي حركات منه أنا بقول. ويربط ساعته على اليمين برضه، والرئيس الذي لا يعمل لا خاتم والله إذا ألم أقول لكم إن الإعلاميين يلاحظون أشياء كثيرة، وطبعا نحن برضو نشوف داخل الدماغ شنو. والله لا أقول إنه يعني مرات نعرف إنه حيقول كلمة دي حيركبها كيف يعني، وطبعا هو يتعمد إنه كلمتين ثلاثة كلمات بالعربي لازم تكون في كل خطاب. أعود إلى يعني بالتقريت نحن نقول سنيت من طبابة حتى يعني، والراجل طبعا ما عنده سنيت من طبابة من زمان، ما عنده خير يعني. لكن على الأقل ناخذ لحظة الاحتفال، بالله الناس منتظراك، والمسرح ده الأستاذ أسمرة ده ملان ومدفق يعني، وفي ناس ملايين منتظراك بتشوف الهناية. يا أخي رد السلام والتحية، دخل كده كأنه يعني بتاع كده، وقدم له شيء يعني، والله ما لفت انتباه. طبعا ما في تحية، ما في سلام، ما في هناية يعني. يا اخي الفنان لما يطلع المسرح ويصفصف كده يعمل كده واعمل كده، الفنان العادل بيغني ده، فما بالك عندما تكون رئيس دولة يعني. فأدوه البرنامج يبدو لي يعني، واحدة من الأخوات واقفة كده بكل أدب واحترام أدته البرنامج. والله العظيم أنا شفت البرنامج وهو داخل، حتى هم الوزراء والعساكر والجماعة يعني هو لا ينظر، هؤلاء الناس. عشان كده بقول أرجع اليوم تلات ليلة تلات ليلة 24 23، رجل يجي واعي ومهذب، والله حتى لو مجرم، لو مجرم دخل في مشهد زي ده يعني يرجع لإنسانيته، إلا أن تكون هنالك أسباب يعني. ليلة 3 24 يعني يوم 23 بالليل يعني، لا سلم على لا الوزراء اللي قاعدين قدامه ولا العساكر، لا يعني. في ناس في عمر أبوه يعني، في صحيح هم كل مجموعة زي ما كما قلت مجموعة معاشات يعني كلهم، لكن في ناس والله ممكن يكونوا في مقام والدينه يعني. ما في يعني اليوم كده كده داخل كده وبتاع يعمل كده بتاع، والورقة الذي يعطيها أنا أعتقد هو البرنامج قام رماه كده، رماه على الترابيزة.
لأنه أنت كرئيس أي خطوة محسوبة عليك، أي حركة محسوبة. قام رماها كده، رماها كده زي الزول قاعد يلعب وشتينة ولا بتاع. يا أخي لو دخلت مطعم أدوك المنيو ولا حاجة بتشوفها كده تاخدها باحترام، قام رماها في وجوههم. هو لم يعمل ذلك عبثا، أي حركة يعملها هذا الحاكم بأمر الفرعون هو له رسالة، له رسالة. يعني خليك من كلامه، زغبرك من زغبرك من محترمون المحترمات وقوات الدفاع الإريترية، الشعب الإريتري له التحية والتجلة. ده كله يعني بيقولوا طبعا لأنه بهارات بتاعت كلام، لكن هو أي يعني حركة فيها رسالة، فيها استفزاز، فيها عدم احترام، فيها عدم هناية، لا تأتي اعتباطا. هي بتجي طبعا في صياغ أنه هو عايش في جو، لكن هو يتعمد ذلك. فما أقول هو كان فاقد هناي، لكن برضو في الحركة اللي نزل بها وبعدين عمل الحركات دي برضو دي فيها حاجات. يعني عموما هو يعني ما نقول فاقد الوعي 100%، لكنه ليس بكامل الوعي. فبدون أي هناي قام قعدوا يوقف كده بتاعه وقعدوا، ما في أي هناي وبتاع. وطبعا النظارة بدأ يلبس النظارات كثير يعني طبعا، لكن برضو دي كانت فيها شوية يعني ما ظاهر شيء يعني. ما لفت انتباهي كذلك عزيزي المشاهد الحاجات الهلاميات الموجودة في الخطاب، ما حنتكلم عنها يعني، ما فيها شيء جديد. بعدين لما الأسلوب اللي كان يتحدث به واللعثمة والتلعثم وما عارف قد يعني، المهم كلها كانت كما نواه. متابعته لي يعني الكاميرا لم تركز على الحاكم بأمره كثير، برضو أنا يعني أحس إنه كانت في تعليمات إنه ما يجيبوه كثير، لأنه ممكن تبدو تظهر منه حركة غير مقصودة يعني، على الرغم إنه أني أي حركة يعملها أنا بقول هي مقصودة ورسالة يعني. لكن فيما عرضته الكاميرا مثلا، جابته كذا مرة كذا لقطات، كنت أحس إنه الراجل سارح بعيد يعني، يعني مرات يعاين كده ذاته، ما موجود هو يعني بعيد كده يعني. زمانك معروف عنه إنه تلاقي يعلق مع الزول ده، ومرات بيعمل حركة كمان ساكت لما نشوف هنا يعمل حركة كده كأنه قاعد يعايش الحدث وكده بتاع. في هذا اللي هنا ما كان فيه، عايش كده براه مرة كده بس، همس ليه الزول قاعد على يمين مش على يساره يعني. المهم وده يمكن الخطاب يعني، حتى الجمهور زمانك مثلا في كل فقرة بيكون هي عنده يعني دائما الباراجرافات حقه خطابه فقرات، وفي كل فقرة يخوض فيها عبارات إنه لما يقفل الفقرة الباراجراف إنه يدعو الشعب إنه لازم يكون في تصفيق يعني. هو لا يأمرهم لكن تأمرهم كلماته، ورجل طبعا هو فصيح يعني يعرف ماذا يقول ماذا يكتب، فيعمل لكل نهاية فقرة إنه ما تحرك المشاعر وتتركهم يعني الناس تصفق. ولا أستبعد كذلك عزيزي المشاهد إنه مثل هذه المسرحية الكبيرة إنه في ناس يكلفوا يعني يكونوا 4 5 موزعين كده بتاع فوريوم ويبدو يعني، وتبدأ التصفيقات والناس تصفق يعني. هؤلاء الناس اللي كانوا بيصفقوا زمان يبدو لي الناس اللي كانوا يكلفوا يعني يبدو لي هم برضو ما أداروهم إدارة مضبوطة، فكان يمكن خطاب قليل التصفيق بالنسبة من الجمهور الموجود في المسرح يعني. ومرات كده ذاته مفرتكة كده يعني، وما عارف، ومرات خجولة كده تقيف كده بتاع. برضو دي من الملاحظات دليل على أنه الخطاب برضو كان فيه هناك، ربما يعود للأداء، ربما يعود للحالة التي تلبست الحاكم بأمره. لأنه يعني والله أرجع لخطاب 2022 كانت فيها قوة ووضوح وحضور. ودائما للخطابات عزيز المشاهد في حاجة اسمها الحضور، الحضور أنت تلقي الخطاب، أنت من خلال حضورك وكده يمكن أن تصنع روح لما تلقيه من الكلام يعني. وهو رجل متمرس 60 سنة هو بيتكلم يعني، الوحيد الذي يتحدث ولا يستمع إلى الناس.
وبالتالي برضو دي كانت ملاحظة. الملاحظة الأخيرة أو قبل الأخيرة عزيزي المشاهد، أنه حديثه عن يعني لم يهاجم المجموعة التي قضى عليها في رأي الكثيرين، يعني مجموعة الوياني وكذا، وإن كان هو بطريقة كده هبشة مرة، الذين يعني يرجعوا إلى تاريخ البالي كده ويحاولوا أن يقلبوا صفحات أحلام وأوهام عندهم في رأسهم كده، هبش في الحتة دي، وبعدين نط لزمرة واشنطن والمجموعة برضو أوروبا وغيره وغيره، ومدح الصين طبعا شوية، دايرين يعطلوها وكده، الكلام الخرابيط اللي قالوا، يعني ما دايرين نضيع فيه الزمن. لكن ملاحظ انه الويانة ما تكلم فيهم كثير، هذه الشماعة الكبيرة، وكأنه قاعد يقول يا اخواننا خلاص يعني. ودي رسالة انا في ظني، انه يا جماعة دي اصبحوا من التاريخ. لكن سؤال الذي يطرح نفسه، طالما اصبح من التاريخ الان طبعا اين الاستحقاقات وهكذا؟ لا لا تسألون، لانه هو اكد في خطابه انه نحن لا نزال مهددون من استراتيجيات عظمى وكبرى، ولذلك لا توهمونا بالأشياء إنه عدونا انتهى حسب ما يتطلع عدد من البشر وملايين من الناس، إنه هنالك مؤامرة. وهذه هذا هو السيناريو الذي يضعه دائما، لا بد أن يخلق عدو، وشن هجوم عنيف طبعا على الغرب عموما، ودعا الشعب إنه نحن برضو لازلنا يعني ممسكين بزمام الأشياء، وعلينا أن نتأهب مزيد من الدفاع ومزيد من الصمود ومزيد من العناية. وبالتالي لا نزال في ذات الموجة، موجة التصدي وموجة الدفاع عن عدو موجود. يعني هذه هي المعادلة والاستراتيجية التي يعمل بها، فلم تغب هذه الاستراتيجية. ولو العالم ده كله انتهى، ذاته القوة دي كلها انتهت، غربها على شرقها، على حتى الصين التي معها، روسيا التي معها، العالم ده كله أصبح مدينة فاضلة بالنسبة للإناي، ما في عدو، ما في المدينة الفاضلة بتاعت الفارابي وغيره، وما في عدو. أنا ومد الله في عمر هذا الحاكم بأمره، أول حاجة خدت لنا أقول لنا، أنسيتم أيها الناس أن هنالك شياطين وأباليس؟ إن الشيطان وأعوانه وإبليس يحيي كلنا المؤامرات، وعلينا أن نتصدى للأبالسة والشياطين ومن وهكذا. وطبعا إبليس والشياطين، طالما نحن على قيد الحياة، نحن عايشين في هذه الدنيا إلى أن تجي يوم القيامة ويوم البعث والنشور، وهنالك كل آتيه فردا. الوقت ذاك إبليس والشياطين ما في، كلهم ديل ذاته حيمشوا لمسرحهم وخاناتهم، ويمشوا الناس التانيين لخاناتهم. هناك ما في إبليس وشياطين، لأنه الحكم لله يعني ساعته، طالما نحن موجودين إذن. لكن هو القوة التي لا تنتهي هي الشياطين وإبليس، الأبالسة والشياطين موجودين طوال. حيخد لنا مؤامرة، إن الشياطين والأبالسة يحيكون لشعبنا، وعلينا أن نتصد. وتعرف زمانك من 80 سنة و150 سنة ماذا فعل الأبالسة والشياطين لنا ولأجدادنا وهكذا. وطوالي برضو الجماعة المكلفين بالتصفيق حيصفقوا، وعلينا أن نشد أحزمة الإناء لمواجهة الشيطان وأعوان وأبال. ونحن زمانك البشر ديل دمرناهم وما إلى ذلك، الآن لم يتبقى لنا إلا الأبالسة والشياطين وهكذا، ويصفقون الناس، وتخرج علينا الإعلام الحرام سيتحدث كما شاء. أخيرا عزيزي المشاهد، يعني مسرحية كانت أنا في ظني، وحتى لو ما افتكرناها مسرحية برضو جاية في سياق أن الرجل كان شوية يعني ليس في كما كان يأتي في احتفالاته العادية. كان معروفا عنه أنه بعد ما ينتهي الحفل ويعزف النشيد الوطني، ويجيب واحدة من الأغنيات التي، وغالبا هم يختاروا أغنية، يعني أنا ما أقول أنه يعني المفروض يكون يعني الأغنية أنت تختارها كيف مثلا، عشان ما يرقص فيها الحاكم بأمره مثلا وحاشيته، بتشوف أنت أكثر أغنية تفاعل معها الجمهور، وهم دائما يبدو لي يقدروها. بس أخواننا في
قسم الشؤون الثقافية مع احترامنا الشديد لهم يقول يا اخي الاغنيه دي اعملوها في اخر حاجه جيبوها تاني عشان يعني يلف فيها الفرعون وجماعته يعني. فتم اختيار وحدي، فما ما يخضع الاغنيه لتفاعل الجمهور معها، هي حاله مسبقه يقول لك دي تقدم. والله علما على انه ما يقدم خارج استاد اسمره يوم الاحتفال، طبعا الاقاليم بتشهد اغنيات ومسرحيات والعاصمة أسمرة في مسارح المختلفة، في حاجات والله تقدم هناك أحسن مما تقدم في الـ في الـ في الـ في الاحتفال الرسمي. بل الفاتح من سبتمبر، ميدان الفاتح من سبتمبر اللي بتستمر فيه ليالي الحفلات والأناشيد والأغاني، يعني في حاجات تستاهل أن يقدموها هناك. ما هي المعايير التي يختاروا بها؟ يعني نحن كنا شهود عيان، نحن كنا نقدم في ميدان الفاتح من سبتمبر وفي أستاذ أسمرة، وكنا نقول انه في اغاني هناك المفروض تقدم هنا، يعني هنا محلها. لكن هنا طبعا لها معايير مختلفه، يعني هنا معايير مختلفه يعني. بالله كيف يستقيم الامر؟ يعني انه انت تقدم اغنيات من الـ من 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 من, من الارشيف، يعني من ارشيف الثوره، يعني من اغنيات الثوره. يعني بعد 91 اريتريا شهدت اغنيات كثيره باللغه العربيه، بما فيها حتى نحن الذي قدمته انا، كان في زي خمسة ستة أعمال يعني، وأحسن من حقي برضو في ناس قدموه على الرغم من استحسان جمهور كثير لما قدمته يعني، وأعتز وأفتخر. وعلى فكرة هذا العمل موجود معايا يعني. الشيء الذي خرجت به من إريتريا، كل الأغنيات الوطنية التي قدمتها موجودة معي يعني. موجودة معي يعني صورة وصوت، لكن لم يحن وقتها عشان ما أبثها يعني. هذه بس كمعلومة أبثها يعني. خرجت بتلك الأشياء بتلك لأنه كانت ديك مختلفة بالنسبة لي، يعني كانت حاجة أنا أعتز بها يعني، ولم أخرج بنشرة ولا مقابلة ولا أي حاجة، لكن خرجت بما قدمته من أغنيات. وفي يوم من الأيام حنفاجئ المجموعة الحاكمة، حنبث يعني. عموما فالذي قدم باللغة العربية بعد 91 كثير، وفيه الشيء الجميل بما فيه ما قدمته أنا، وفي ناس قدموا أحسن مني. فبالله تجيب أغنية إريتريا بلادي، إريتريا بلادي، ستكون محررة بالدماء واستشهادي، مع احترام الشديد والله الذي قدمها، وهو طبعا بلغ من الكبر عتية الفنان، اسمه ما مستحضر، لكن مرة كده جابوه ناس إريتريا ميديا نتورك، لهم التحية يعني. وأنا بتابع بالمناسبة كل ما يخرج من أسمرة، أنا بتابعه يعني. فتحدث عن يعني قومية الرشايدة وكذا، هو ناطق بالتقرين يعني. فالشيء اللي قدمه في تلك الفترة كان عمل جميل يعني. فأظن الأغاني التي صاحبت الرقصات والعرض، العرض الطلاب الذي شارك فيه أكثر من 3000، كان هو الوحيد اللي كان جميل بالمناسبة، والله كان جميل للغاية. العرض الطلابي مصحوب ببعض الأغنيات. فجابوا الأغنية ديك إريتريا بلادي، ستكون محررة بالدماء واستشهادي، واستشهادي. فأنا قلت يعني ما في اجتهاد ذاته، حتى يا ناس اللجنة الوطنية المنسقة للاحتفالات، يا أخي جيبوا حتى الأغنية دي جددوها، جددوها بطريقة، وفي ناس ممكن يجددوها يعني. فحتى الذي تم اختياره برضه ما كان هنا، على الرغم من أنه العرض الطلابي ده الشيء الوحيد اللي عكس أنه دي حالة بتاعت عيد وفرح للاستغلال. لكن دائما عندما تأتي القنابل الموقوتة جوا الحاجات الجميلة هذه، فتدمر تلك المساحات من الفرح ومن القلق يعني. عموما تم اختيار أغنية واحدة عشان ينزل فيها الحاكم بأمره وحاشيته. وطبعا أنا لأول مرة أشاهد إنه كان في حرس يعني بطريقة أشبه بالكوماندر يعني، لابسين لو دققته في النهاية يعني، هو طالع من المسرح كده، طالع من أستاذ أسمرة بعد ما المسرحية والعملت كده، وزوغان كده كأنه لاعب كورة يعني، ولا ما تعرف يعني. يا أخي الرئيس برضه عنده وقار وعنده عناية وعنده هيبته يا أخي، ما تجري كده زي أهبل كده يعني، تجري هنا وهنا واللي تكارفه ككمل بولا بتقريت يعني، بالله وبالله تكارف، أنا عنده حجزه وكده يا أخي، ما ايش العربده دي يعني.
والله لا تليق بالرئيس، لا تليق برئيس، يعني بالله يعني افرض ان وقعت، يعني وقعت كذا، نحن نتكلم معك كانسان اليوم، وقع بالله دم وعيون واركب اركب، ايش البهدله دي يا اخي؟ ما هذه البهدله؟ رئيس يا اخي عنده، انت قررت انت تنزل اول حاجه، قررت تنزل وترقص، انت بشر، ارقص يا اخي، كلنا نرقص، نرقص رقصنا ونرقص بعد كده، واتمنى ان شاء الله في يوم من الايام نرقص حتى يناير مطلع الفجر يعني. لكن انت قررت، انت رئيس قررت، المفروض ما يحاوشوك كده وبتاع وناي، تمشي ترقص باحترام، تبشر يرقصوا ليك، ان شاء الله يدوك هنا ولا ما يدوك، دي حاجه ثانيه، يدوك فلوس يعني عزيزي المشاهد، طبعا شعبنا كده يحب الهناية. فمفروض ما تكون في البهدله والعربده دي بتاع، والناس تتابعك كانك انت زول 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 حرامي داخل كده، الحق الحق بتاع، هاي اليق. المهم زمانك طيب ياخذ له اغنيه فيقوم ينزل فيها وبتاع، ودي طبعا دي هي يعني مسرحيه هي بحد ذاتها، لكن الرجل برضو الحق يقال رجل يحب الفن يعني. هل تعلم عزيزي المشاهد انه هذا الرجل كما حدثنا الثقاة من الذين رافقوه، انا ما رافقته لا بالطياره ولا بالسياره، لكن الذين رافقوه من الساحل وهو داخل الى مناطق السودان وغيره وغيره، لما يكون قاعد في السياره بالذات بيسمع لفنانين اثنين، ده دليل على انه الراجل ده فنان، يعني هو فنان ما في شك يعني، مسرح يعني رسام وخطاط، واكدت الاحداث كلها يعني، حتى لما كان في لول مكنن كان ما يعني يكلفوه يكتب في البوستر، خطاط خطه جميل، توقيعه ذاته جميل بالمناسبه، وهو جميل في حاجات كثيره، لكن الحاجات السيئه دي والاجرام اللي عنده لا بتضيع منه كل الليله. على كل فبيستمع لفنانين اثنين، اما يستمع لعثمان عبد الرحيم او يستمع لابو اللمين الموسيقار محمد الامين، هذا ديل الفنانين الاثنين اللي عنده له. وانا في يوم من الايام برضو حاجه اتحدث ماذا قال لما كان يدشن حدبهجنا يعني امانينا موحده لمجموعه الفنانين اللي كانوا كلهم كانوا موجودين الراحلين والموجودين اليوم. عموما فهو كانسان، ما هو انسان حتى لو مجرم هو انسان ودار يفرح وكذا بتاع، فمن حقه ينزل يعني، حب ينزل والناس تمسكه وتحضر، وما حتبقى له اي حاجه، ما في زول حيجي جنبه ذاته وممكن يأذيه ولا اي حاجه، بالعكس الناس برضو حتلف حوله وهكذا. هذه قراءتنا للشعب يعني، ما عنده خوف وكذا بتاع، ما في. خدتوا له الاغنيه اللي هي شالا مالا، وحتى في اغنيه شالا مالا قدم الشاب تقديم جميل، شالا مالا دي ذاتها جايه بعد مقابله الرئيس، هو قال في مقابلته الأخيرة، هو دائما شوف يعني كيف يتم أدلجة دماغ الشعب يعني، وكثير من الأغنيات المساحة لا يعني يعني ليس مكان اليوم عشان هنا عشان نتحدث عنها، وإلا كثير من الأغنيات التي تغنى بها الفنانون وطلعت إلى الشعب وحفظها الشعب وانتقلت إلى الأجيال وبتاع، كثير من الأغنيات كان مصدرها من حديث للرئيس. أضرب مثالين بس، نات ناين هيفن زي نات ناين، نات ناين هيفن زي نات ناين دلين يعني زي ما قال ود شاول يعني، وفي كثير من الأغنيات الرسمية ذاتها من حديث الرئيس، الشعراء يكتبوا عشان إيش؟ عشان لأنه الفن هو مؤثر في عقلية المجتمع الإريتري، ويقول ده هو شوف كلام، وفي يوم من الأيام حتى نحن في الإعلام قلنا كلامه من ذهب يعني، وركاوي أنات يعني عبارات من ذهب، كنا في التلفزيون نجيبه يعني، كلامه الذي كأنه لا يأتيه الباطل يعني، وهكذا يعني. فشالاملا هو قال في المقابلة الأخيرة، عشان كده نحن بنشوف المقابلة دي مش بعينين بس، بنشوفها ب 400 عين يعني. فشالا مالا لما قال، انا ده قراءته وتحليلي، طلعت طوالي اغنيه في شاعر كتب شالا مالا وشالا مالا، واغنيه جميله ولحن كويس والاداء بتاعت الشاب جميل، فجابوا الاغنيه بتاع شالا مالا عشان يرقص فيها الفرعون. الفرعون الحاكم بامره
يمشي كذا، والجماعة الحرس منعوه لأول مرة فلم يتخطى إلا خطوات، وكأنه دار يمشي ولا يقول له يا زول أرجع وكذا. يعني هو دار يفوت رسالة شنو؟ إنه هو يحب الشعب ودار يلتحم مع الشعب، لكن هؤلاء الظلمة، هؤلاء البوديغارس والمجرمين ديل المدججين بالهناية يمنعوني منكم عشان ما التحم معاه. أنا بحبكم وأنتم تحبوني، أنا عارفكم وهؤلاء وبتاع، والناس يتناسوا عن هذا. يقول لك والله الراجل ده كويس يا أخي، راجل دار يرقص مع الشعب، دار يفرح. شوف يعني شنو بالله خايفين عليهم؟ شو ما يخلوه يا أخي؟ ما ده زول عادي يا أخي، وزول كان بيمشي في الشارع وأي حاجة. لكن دي هي الرسالة اللي بيعملها اليوم. كانت الجرعة أكبر، بمعنى ما خلوه ذاته يلتحم ولو بخمسة ستة، بينما زمانك يمسكوه كده الواحد ذاته. طبعا أنا من حيث هو يعني الطريقة اللي يدخل بها وكده وحوله، دي ما كريمة في حق رئيس، لكن كرئيس برضه هو يجي عادي كده ويرقص ويعمل وكده، حلو جميل ماله يعني، ما يوم فرح يعني. هنا بقى مسكوه لك بجاي وارجع وده ودارزه، بعدين عمل فيها كده دار يطلع كده وقام عكس عكسه بتاعت لعيبه بتاعت كره قدم. والله ذكرني مارادونا وذكرني رونالدينيو والجماعه الكبار ديك اللي كانوا يعملوها ناس، مش ناس زيكو الجماعه دي، حتى البرازيليين يعني كده زوقهم وقلب كده، قرب يقع ذاته هو، لانه ممكن دار يخش في رجل واحد. المهم وقام وبتاع، هذه كانت حاجه يعني شوية يعني ملفتة جدا يعني. وأقول إنه يعني مثل هذه الأشياء طبعا هو بيعملها عن قصد يعني، لكن الدور ده كانت ما هنا. وبعدين هو طالع، ما لفت الانتباه برضو إنه كان في حرس من نوع مختلف تماما، ده غير طبعا إنه حاجات كده ومنفوخ أكثر من الهناية وكده، ما داير أخش في حاجات، لكن هو آمن يعني، ما عنده أي يعني، كان ممكن والله يرقص للصباح يعني، ما عنده مشكلة ولا في حاجة حتجيه داخل هذا الشعب الفرحان وما إلى ذلك. عموما فكانت في حراسة ما عادية كمان. ومن الذي من ماذا خاف الحاكم بأمره يعني؟ كل المسائل أنت الشعب والشعب أنت يعني، أنت الشعب والشعب أنت. هذا ما وددنا أن نعلق عليه. في الختام أقول عزيزي المشاهد، أنا كإعلامي وكثير من الإعلاميين كانوا متوقعين في هذا العيد أن نشاهد مجموعة تجري هنا وهناك في أستاذ أسمرة تحديدا يعني، أو على الأقل في ميدان الفاتح من سبتمبر، أو في بعض المسارح حتى في الأقاليم وكده، من أولئك أنصار النظام الجدد، من أولئك الحالمين مثلا، من أولئك إنه غدا أجمل، ومن مجموعة سين زايد عين، أنا أقول السيادة والعودة. كنا متوقعين يعني إنه يعني ممكن يعني تأخذهم الهاشمية كده ويركبوا الأخطار مثلا ويدخلوا، ما عارف هل تم التجاهل من المجموعة لأنه قاعد يشتغلوا شغل ممتاز برا يعني، مجموعة سين زايد عين، وهل لأنه يعني هم أصلا متطوعين ما في زول كلفهم، دي ناحية ربما، أم لأنه لم يؤدوا مهامهم بالوجه الأكمل على الرغم من إشادات يعني جهات برضو، ما جهات عليا متنفذة، لكن جهات برضو هي لها علاقة ليس بمراكز اتخاذ القرار، ولكن في وجوه يعني شيء من أشياء يعني تبيض الوجوه وهكذا، فهي تطبطب عليهم وتقول لهم ممتاز ماشيين كويس، وأولئك لم يرفعوا التقارير للجهات المعنية فلم يتم دعوتهم، أم الجماعة برضو قالوا والله الناس دي خلونا كده من بعيد بس يعني، من بيوتهم من منازلهم كده، كل واحد في محله يعني، القاعد في مدينة قاعد في مدينة، اللي يعمل في بيته يعني يعمل في بيته، اللي يعمل قاعد في دكانه يعمل في دكانه، القاعد في سفينة يعمل في سفينة، القاعد في السيارة يقعد في السيارة هكذا يعني. قالوا يا أخي لا خلونا نحن في محلنا، أو قالوا لهم لا مزيد من الولاء ومزيد من العطاء، إنه حتى ما نشوف يعني ثمار جهدكم وكده. فكثير من الإعلاميين كانوا متوقعين
انه نشاهد واحد اثنين ثلاثة يهرول هنا وهناك، فلم نشاهد شيء. ولذلك نطرح هذه التساؤلات، أم لأنه برضو يعني الرسالة لم تكتمل لسه، يعني العمل الطوعي ده لسه ما اعتمد، يعني ما اعتمد اعتماد عند الجهات العليا، يعني حتى لم يصل إلى لجنة تنسيق الاحتفالات الوطنية، وهي التي تقرر، حيث لجنة الاحتفالات الوطنية الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. فالديمقراطية والعدالة يمكن مستغرب يقول من هؤلاء؟ فلان فلان، اوكي كذا، خلونا اشوفهم يا اخي، يعني خليهم مزيد من مزيد من الولاء، مزيد من من حرق البخور، مزيد من الطاعة، مزيد من الترويج من الحملات وما إلى ذلك، بعدين نشوف. يعني ما نحن قاعدين لسه، يعني قاعدين 50 سنة قدام، وبعد ذلك نشوف يعني. فربما يعني هذه واحدة، فلم نشاهد أولئك مجموعة سين زائد عين. حقيقة برضو الحق يقال، إنه أنا في قراءتي إنه اهتمام الحاكم بأمره في أسمرة والهجدف على وجه التحديد، إنه تركيزهم هذا العام كان يعني الاحتفالات في الخارج. الاحتفالات في الخارج على مستوى الخارج كانت يعني من حيث الاحتفال ممتازة، يعني تأخذ درجات عليا، يعني قريب تأخذ 9 8 هكذا، يعني بخلاف السنوات التي سبقت زمانك، يعني أبداها من يعني البهرجة والحفلة اللي كانت في مسرح القرن يعني في إثيوبيا. أولئك الناس يعني بالآلاف يعني، والشباب وما إلى ذلك. وواحد سألني قال لي بالله دي كلهم مش هم الذين خرجوا و يعني رفضوا طريقة الحكم والنظام وركبوا المخاطر وكده بتاعه في إثيوبيا وبتاع، فكيف قاعد يحتفلوا كده؟ قلت له والله يا أخي ربما قاعد يحتفلوا في وطنهم. يعني كيف؟ قال لي يعني وطنهم يعني، والله نحن ناخذ كلام الحاكم بأمره محمل الجد. يعني قال بعد كده ما في شعبين، ما في دولتين، ما في رئيسين، وبالتالي هؤلاء الناس قاعد يحتفلوا في بلدهم. بس المفارقة انه بلدهم اريتريا خرجت من الاستعمار، هذا البلد 24 مايو 91 تحررت من هذه من حكم هذه الأرض التي يحتفلون فيها. فربما تلك ايامه قد خلت، دي المفارقة الموجودة. ربما الناس اللي عندهم احساس انه هم في بلدهم، يعني في بلدهم هم اريتريين ما في شك، لكن بالكلام اللي قاله السيد الرئيس الحاكم بامره انه ما في شعبين يا اخي، ما دي اوهام يعني، خسرنا وخسرنا ساكت يعني، يتماشى مع الكلام اللي قاله قبل دخولهم اسمره، والكلام اللي تفوه به وزير الدفاع السابق مسفن حبوس، يعني ما نضمه ونتخارج يعني، والكلام القديم ده. فأعود فأقول مسرح القرن كان احتفال بهيج، في الدول الأوروبية كان احتفالات ممتازة، على نطاق أستراليا احتفالات جيدة، يعني أمريكا، الشرق الأوسط ذاته، حتى المملكة العربية السعودية ومصر، يعني كان ركزوا الجماعة، قالوا الداخل ده ما خلاص اشتغلوا لنا برا. الغريب في الأمر إنه المجموعه بتاع سين زايد عين ما موجودين برا ذاته. ده ما ده 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 سؤال كبير يطرح نفسه، يعني اوكي كده ما قدرتوا تمشوا هناك، او لسه الاوراق ما اكتملت، اوراق الاعتماد يعني ما اكتملت، برا انتم موجودين. يعني شفنا نحن مثلا الاحتفالات في سويسرا كانت كيف؟ ممتازه جدا بالمناسبه من حيث الاحتفال. الاحتفالات في امريكا كانت ممتازه جدا. احتفالات في أوروبا ابتداء من لندن يعني كانت ممتازة جدا. فأين أولئك يعني حتى في الخارج؟ يعني الأوراق والولاءات دي ما اعتمدت يعني. فيبقى هنا العاقل يقعد مع نفسه يقول يا جماعة كده ما أشبه الليلة بالبارحة، هل نحن الناس الجدد وما قبل كده ما في ناس برضو عملوا يعني قبلنا، ماذا كان مصيرهم وكذا؟ دي ملاحظة حبيت أختم بها البرنامج الخاص في برنامج حديث الساعة. أيها المشاهدون الكرام، نحن مع الاحتفال،
نحن مع تقدير وتقديس هذا اليوم، حتى لو ما قدسناه نقدر ونجل. والقدسية ده شيء آخر، لكن دائما نطرح مثل هكذا تساؤلات وهكذا قراءات، وهي قراءات ليست عميقة. يمكن الإنسان لو وقف مع نفسه قال بس داير أبقى واعي كده، بيصل للحاجات زي دي وأعمق من هذا الكلام الذي تفضلنا به لكم وتفضلتم إلينا أيها المشاهدون الكرام بالاستماع والمشاهدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا نحن أولا سواء السبيل، وأن يبصركم أنتم سواء السبيل. تحياتي للشعب الإريتري في الداخل، وقد احتفل بالطريقة التي يراها، وله كثير من الملاحظات والتساؤلات والاستفهامات التي لم يحن بعد وقتها ليقول شيئا مما في نفسه. على كل عزيز المشاهد، أشكركم على تحمل المشاهدة كذلك. شوية البرنامج مشينا طويل، بس الله إنه أن يحقق أمانينا جميعا ويرينا إريتريا الحرة المستقلة. نعم، إريتريا حرة مستقلة اليوم، لكن التساؤلات الكثيرة أن تتحقق وتتحقق وتتحقق في البدء. أولا وأخيرا كرامة الإنسان وكل ما ينبغي أن يتمتع به في بلد حر، بلد مستقل. تحياتي محدثكم أحمد شريف من الريسات الفضائية المستقلة، وتحيات زملائي عوض كداني في المونتاج، والزميل أبو هاشم، والزميل كرر هيابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.